يسعد لي اوقاتكم صبايا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ طمنوني عنكم. اليوم بلشت معكم فيديو جديد، وكان هذا النهار كان عطلي. بتمنى انه الفيديو يعجبكم، بتمنى تكملوه للاخر لانه في مفاجآت مثل ما قريتوا بالعنوان، كانت كارثية والحمد لله رب العالمين. هلا هون اول ما بديت نهاري شربت القهوة وقمت جهزت الفطور لحتى افطر انا جوزي وولادي، وعلى اساس انه انا كنت وقتها انه هيك مالي حابة، مرتخة بدني، مو حابة اطلع برات البيت ونضل قاعدين بالبيت. قلت له كنت عم بقنع جوزي انه خلينا بالبيت وهيك، يعني طلعنا تقريبا من البيت شي ساعة 10 بالليل، طلعنا من البيت. بعدين قال لي خلص قومي، اني نمت لي ساعة، وقال لي قومي خلينا نطالع الاولاد، حرام انه ناخدهم شوي على الملاهي ونتعشى برا ونرجع على البيت بلا ما تطبخي هاليوم. كنت على اساس اني اطبخ اليوم، قال لي بلا ما تطبخي بنتعشى برا وبنسلي الاولاد. وكان الجو هون كان الجو حلو، يعني كانت مر قبل منا اسبوع كامل كان كتير برد، ما قدرنا نطلع من البيت، وهذا اليوم اجى نهار يعني لا برد ولا شو، كان الجو مقبول انكم تطلعوا لبرا وتقعدوا وتتسلوا. هلا لخليكم مع الفيديو، كملوا الفيديو للاخير لحتى تشوفوا شو اللي صار. بهارات شو حطيت؟ توم، بصل، وبابريكا، طيب شو بدك يستوى؟ لسه بدها؟ صار لها زمان؟ وطلعنا هلأ برات البيت ورحنا على مدينة ملاهي لحتى نلعب الأولاد شوي ونغير لهم جو. سبحان الله بهنهار، يعني ما كنت حابة أطلع أبداً، قلت له خلينا نعمل أجواء شتوية ونتركم بالبيت وهيك. وقبل ما أطلع من البيت نظفت بيتي كله وزبطته وركنت أموري كلها، ولحتى جهزت السهرة عملت حطيت الموالح جهزتهم وحطيت الفواكه وعملت أرجيلة
انه بس نرجع شو اسمه انه نشغل الفحم ونشرب الارجيله. هيك كان على اساس. وهلا هون وصلنا على مدينه الالعاب لحتى نلعب الاولاد. بعد ما خلصنا تلعيب الاولاد قال لي جوزي خلينا نمر على السليمانيه ونشرب لنا شي قهوه، ناكل لنا شي حلو، نقعدنا بشي قرنه. قعدنا بكافيه طرابيشه وتحلينا وكان يعني عادي، يعني سبحان الله كيف البني ادم بفكر وشي وبصير معه شي تاني، بيكون مخطط لشي. سبحان الله قضاء والقدر بصير سبحان الله. قلت الحمد لله اللي هيك مو اكثر من هيك. و ولهلا اكيد عم شوقكم بالفيديو انه بدكم تصلوا للحظه الكارثه اللي صارت عندي بالبيت وقت رجعت على بيتي. مرت الله هون فتنا تعشينا بهذا المطعم اللي خلينا نجربه وشربنا بعدين من عنده شاي على الحطب. يلا بدات اللحظه الكارثيه بصراحه، كان منظر مرعب. كنت اول ما وصلت على البنايه وصلت على البيت لقيت انه في مي عم تنبع من البنايه لتحت، وانا بيتي كان اخر طابق فوق الطابق الثاني، هي فيلا. قلت كان جوزي حامل بنتي وماسك ابني، قلت ان شاء الله ما يكون هذا الشيء طالع من بيتي. وعم بركض على الدرج، عم بركض على الدرج بشكل يعني مو طبيعي. كيف وصلت لفوق مثل المجنونه؟ وصلت لناحي البيت قلت له المي من البيت، يعني المي من البيت. فتحت البيت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هي الكلمة اللي قلتها، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان مفجور عندي السكر تبع الحنفية اللي بيودي للبيلي، العفو منكم، اللي بيودي المي للبيلي كان مفجور، وكانت البلوعة مسكرة، يعني مسكرة بضغط إنه ما تاخذ مي أبدا، إنه تكب مي من البلوعة. بقى المي وين راحت؟ المي توزعت على البيت. اكثر شيء اكل عندي الصالون، المدارج، ال والسداجه تبعيت الصالون كمان، وشوي يعني فايت لنحل غزانه كمان عندي لغرفه النوم المي. الحمد لله غرفه الاولاد كان بقعه صغيره مو كتير في مي، واوضه الضيوف مثل ما شفتوا هون كان نص السداجه اوضه الضيوف واصله المي، بس الحمد لله رب العالمين مو واصل المي للكوميدينات الخشب، لانه كانت كوميدينه الكنادر انعدمت وكبيتها. بقى من اللهجه والتصرف انه انا كيف بدي خلص، انه كيف بدي اقيم المي، ما فيني نشف المكيتات تبع الصاله، حملتهم لفيتهم وحطيتهم بالحمام، والكبيره زتيتها برات البيت. بعدين هون عم فرجيكم لقطات كيف نظفت البيت كله
وخلصت شيء وشفطت المي منيح اللي عندي هي المكنة غسيل السجاد، لأنه هي اللي ساعدتني إنه أشفط مي من السداجة أوضة النوم وأوضة نوم الأولاد وأوضة الضيوف. بقى كان الوضع بصراحة كارثي، بس الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. يعني بس قلت له كلمة لجوزي: لا حول ولا قوة إلا بالله. هون اللي جوزي لا تزالي ومنغير الموكيت وما فرقت على الموكيت ومنغيره. طبعا ما وقفت على الموكيت، الفيديوهات الجاية لح تكون سلسلة عن الكارثة اللي صارت وشو صار معي أكتر من هيك. بصراحة تفجر عندي كل شي حنفيات بالحمام، تبع الحمام السخان، الحمام كمان صار يكبوا مي من فوق. يعني شو اللي صار هيك فجأة قلب البيت 24 درجة يعني، وما عاد زبط شي. هلا لا تنسوني من اللايك ومن التعليقات الحلوة لتدعموني أكتر، واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس مشان يصلكم الفيديوهات السلسلة عن الكارثة. في فيديوهات كتيرة لح تنزل وشو سويت وشو عملت بالبيت بعد ما صار هذا الشي، وشو اللي صار معي وشو اللي عملته. هلا وصلت معكم لنهاية الفيديو، بتمنى يكون عجبكم، وهلا بقلكم سلام، باي باي.